وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة وفاء الشربتي، مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة. مرحبا بك الدكتورة وفاء في نشرة أخبار الثالثة. بداية، تحدثينا عن مضار التدخين والتبغ بجميع أنواعه ومنتجاته على صحة الإنسان والبيئة. طبعا أكيد ما يخفى عليكم أن التدخين يعد من أهم عوامل الاختطار للإصابة بالعديد من الأمراض، يمكن من أبرزها نوبات القلبية، السكتات الدماغية، أمراض الرئة، ضعف الدم. أيضا هو عامل رئيسي في الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، ومن أبرزها سرطان الرئة، سرطان الحنجرة والفم والمثانة والبنكرياس. بالإضافة إلى هذا، فأيضا التدخين يضر بالبيئة بصورة كبيرة، لأنه يؤدي إلى انبعاث آلاف الأطنان من المركبات المسرطنة، يعني مركبات مسببة للسرطان. أيضا انبعاث المواد السامة وغازات الاحتباس الحراري، وأيضا زراعة التبغ تساهم في إزالة الغابات. فزراعة يعني شجرة واحدة تفقد مقابل كل 300 سيجارة تنتج. نعم دكتورة وفاء، ماذا عن الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال مكافحة التدخين؟ طبعا وزارة الصحة اهتمت بهذا الموضوع اهتمام كبير، وهناك مجموعة خاصة لمكافحة التدخين والتبغ تتبع لإدارة الصحة العامة. هذه المجموعة لها العديد من المهام والوظائف، من أبرزها دور الرقابي، لأنهم يقومون بمراقبة حظر التدخين في الأماكن المغلقة العامة مثل المجمعات التجارية، المستشفيات والجامعات وغيرها من الأماكن. أيضا يقومون بزيارات تفتيشية على محلات البيع لتأكد من التزام البائعين بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وأنهم ما يمارسون أي ممارسات خاطئة تؤدي إلى مخالفات قانونية. أيضا لهم اهتمام كبير بالجانب التوعوي، وللأمانة الجانب التوعوي يساهم في العديد من الجهات اللي من أبرزها إدارة تعزيز الصحة، قسم الصحة المدرسية سواء في وزارة الصحة أو في وزارة التربية والتعليم، وأيضا مجموعة مكافحة التبغ. من جهودهم أن تكون هناك حملة تسمى أجيال بلا تدخين، هي توجه لطلبة المدارس، لأنهم من يعني الفئة التي ستشكل مستقبل البحرين بإذن الله. نعم. من المهم أن احنا نغرس فيهم منذ الصغر الاهتمام بصحتهم والامتناع عن أي نوع من أنواع التدخين. بإذن الله بتكون لوزارة الصحة فعالية كبيرة برعاية كريمة من معالي الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وبحضور سعادة وزير الصحة. وهذه الفعالية إن شاء الله بتكون يوم الأحد الموافق 4 يونيو في مجمع الأفنيوز بالقرب من البوابة رقم 3. نعم دكتور، هل من نصيحة تودين توجيهها للمجتمع في هذا اليوم؟ طبعا أنا أوصي جميع الأشخاص اللي يدخنون أنهم عمره ما كان الوقت متأخر، أنهم يبادرون بالامتناع عن التدخين. بيكون لك أثر كبير على صحتهم، على تحسين صحتهم بصورة عامة. إحنا في وزارة الصحة على استعداد لتقديم الدعم لهم في هذه الرحلة، رحلة الإقلاع عن التدخين، وممكن أنهم يتواصلون مع الرقم 663-998-55. نعم. وذلك لحجز موعد مع عيادة مكافحة التدخين، يقابلهم الطبيب يساعدهم بالنصائح للإقلاع عن التدخين. نعم. أيضا من منطلق الشراكة المجتمعية، يهمنا أن أي شخص يرصد أي مخالفة لقانون التدخين انه هو يتصل بالخط الساخن للابلاغ عن المخالفات على الخط 663-999-755. نعم الدكتورة وفاء الشربتي، مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.